أخبار اليوم. نرحب بالفنانة الجميلة هند صبري اللي منورانا النهاردة بوابة أخبار اليوم. الله يخليكي، شكرا. جمهورك متعود منك دايما على مشاركتك في الأنشطة الاجتماعية، كلمينا النهاردة عن مشاركتك في منظمة تيدكس والمرأة المصرية في مصر. هو مشاركتي يعني شرف كبير اولا، لانه تيدكس ايفنت مهم جدا في العالم كله، والكلام او التوكس اللي بتحصل فيه بتبقى دايما يعني مصدر الالهام لناس كتيره جدا. تيدكس ويمن طبعا بيلهم الستات، ودي حاجه احنا في امس الحاجه ليها. فطبعا لما كلموني انا اتشجعت جدا، علشان انا مهتمه كامراه مهتمه بكل قضايا المراه خاصه في العالم العربي. فالنهارده يعني مشاركتي هي كلمة هألقيها عن حاجة خاصة جدا، يعني عن والدتي، لأنه النهاردة بصدفة عيد ميلادها. فقررت أنه شكرا ميرسي، فقررت أنه التوك يبقى عن أمي، يعني من غير ما أدخل في تفاصيل، لأنه الناس عايزة الناس تشوف التوك بعد كده. من وجهة نظرك إيه اللي بيميز المرأة المصرية عن أي مرأة أخرى؟ المرأة المصرية أنا بالنسبة لي ما فيش فرق كبير بينها وبين المرأة التونسية والمرأة السورية والمرأة المغربية والمرأة الجزائرية. المرأة العربية ككل، أنا بروح العالم العربي كله، بسافر في العالم العربي كله، المرأة هي واحدة. أنا شايفة أن المرأة العربية هي أقوى امرأة في العالم لأسباب كتيرة جدا، لأنها كل امرأة بيبقى ليها تحديات معينة، لكن التحديات اللي عندنا في العالم العربي كل حاجة دبل، يعني احنا عندنا كل حاجة، احنا مش بنحارب على خط واحد، احنا بنحارب على كذا خط. فبالنسبة لي هي امرأة قوية جدا، أقوى بكتير من الإعلام أو حتى الفن أو الدراما بتوريه لنا. هي امرأة صبورة جدا، وعندها عزيمة، وعندها يعني حتى في بيتها لما تمسك بيتها مش بضروري تكون بتشتغل، أو حتى لو هي ست بيت، لكن في الآخر المسؤولية كلها محطوطة عليها هي، فده بيخليها امرأة حديدية بالنسبة لستات كتير أنا شفتهم في العالم. يعني متعودين منك دايما على اعمال تلفزيونيه وسينمائيه متميزه، هنفتكرك السنه دي في رمضان، تقولي لنا ايه على الجديد بقى؟ هو انا خدت اجازه عشان انا ما بشتغلش سنتين ورا بعض، انا بشتغل سنه وكده وسنه لا. ان شاء الله عندي فيلم في تونس في سبتمبر ان شاء الله، اسمه زهره حلب، عن الارهاب والحاجات اللي احنا بنعيشها اليومين دول. بعدها عندي برضو فيلم، لكن ما هوش مصري ولا تونسي، هو غالبا هيبقى فيلم ايراني. ففي كده حاجات يعني بحاول اطلع شويه بره عشان ارجع تاني بعمل حاجات هنا ان شاء الله. اخر اعمالك السينمائيه كان فيلم الجزيره 2 مع البطل احمد السقا، كلمينا عن الفيلم وعن علاقتك بالفنان احمد السقا على المستوى الفني. احمد السقا قبل ما يكون اخ وصديق، هو فنان انا عملت معاه اعتقد ادوار لا تنسى، سواء كان كريمه في الجزيره 1 و2، كريمه ومنصور، او حوريه وابراهيم في ابراهيم الابيض. فبالنسبه لي هو يعني لي الكثير فنيا، فنان عندي معاه كيمياء خاصه جدا، اعتقد الناس بتحب تشوفنا مع بعض، فان شاء الله كده نعمل حاجه، يا الجزيره 3 يا حاجه تانية مختلفه ان شاء الله.